جولة جديدة بيوم جديد كوالالمبور ماليزيا. السلام عليكم ورحمة الله. جولتنا اليوم داخل واحد من أكبر المولات الموجودة بكوالالمبور وبماليزيا، اللي يقع تحت أهم معلم سياحي موجود بكوالالمبور وبماليزيا بصورة عامة، ألا وهو البرج التوأم. هذا المول اللي موجود به مول رائع، حجم مو طبيعي. طبعا الماركات اللي بي ايضا راقية مثل اللي شفناها بمول بافليون. تعالوا اليوم ناخذ بيه جولة مطولة، نشوف النافورة الراقصة اللي امامه. صراحة مكان جميل جدا، وحرام انه واحد يجي الكوالالمبور وما يشوف له المكان ما يوصل له. فبالنسبة لموقع هذا المكان تلقون رابط خرائط الجوجل مابس بصندوق الوصف، مجرد الضغط عليه راح يخليك توصل له، سواء مشي اذا كنت قريب او بالسياره الخاصه او عن طريق المواصلات العامه، يعني عن طريق المترو مثلا اللي موجود تحته بالضبط، يوصلك لداخل المول من اي من اغلب الاماكن الموجوده بكوالالمبور. وكالعاده اقول لكم، اذا تشاهد القناه لاول مره لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واللايكات. اللايكات اخواني واخواتي خلونا شويه نزيد التفاعل ويا فلوقات ماليزيا حتى نستمر وننطلق لبلدان اخرى. يلا خلينا نبدأ جولتنا اليوم. ونبدأ جولتنا من أمام النافورة الراقصة اللي تقع بالضبط أمام البرج التوأم. شوفوا ما شاء الله الناس المتجمهرين هنا، وهاي الشجرة مال كريسمس. شوفوا البرجين. طبعا اللي يوقف هنا زين مكان الشجره وياخذ صوره هيك من جوا، يعني بين البرجين تطلع روعه، بالذات اذا ياخذوا لها من اسفل الى اعلى والتليفون يكون مقلوب روعه. بس هسه بسبب وجود هالشجره تصير صعبه شويه، بس باعوا اضاءتهم بالليل يعني تبين من اغلب مناطق كوالالمبور روعه. هسه تعالوا ننتظر النافورة شو وقت تبدي الموسيقى تبدي هي، بس أتمنى إن شاء الله إنه الموسيقى ما تكون محظورة، فراح أضطر أخلي موسيقى غيرها. بس انتبهوا على أعداد الناس. للأسف الأغنية مال سيلين ديون فراح أخفيها. أقطعها وأحط لكم غير موسيقى لأنه عليه حقوق طبع ونشر. Por favor.
يلا تعالوا اخذكم جوله داخل المول حتى لا تملون ونرجع للاغنيه الثانيه. شوفوا المنظر. على الاغلب هو العروض الراقصه كل نص ساعه، بس ازدحام مو طبيعي البشر. واصلا اليوم بداوا يحضر، يمكن دا يحضرون الاحتفالات نهايه راس السنه اللي راح تكون هنا. طبعا انا راح اكون متواجد وجزء انتم شفتوها يعني، لانه هذا الفيديو يعني نشر ورا راس السنه. بس على الاغلب ثانك يو فيري ماتش، بس على الاغلب يعني حسب ما قالت الحكومه الماليزيه انه تم الغاء الاحتفالات بسبب ذول السياح الماليزيين اللي انهار بهم الجبل اثناء سياحتهم. طبعا هذا احد المطاعم، شوفوا اللوبستر، هذا كله حي واسعاره طبعا غاليه تكون، ما اعرف بيش هنا. طبعا رائع اللحم، مو بس طيب وانما طيب ومفيد، وبالذات هذه المقصات اللي دا تشوفوها هاي رابطيها قدامكم، هذه بيها لحم مو طبيعي. شكلهن رائع. يلا تعالوا نتجول داخل المول. مثل ما قلت لكم هنا المولات الحلو بيهن انه الواحد يتجول يصور براحته، مو مثل يعني تركيا ممنوع والعراق ممنوع، هواي دول ممنوع. ماركات العالمية برادا، وين شني النسوان؟ مول كبير جدا، احنا شفنا بافليون مول بالحلقة الفايتة، بس هذا اكبر اعتقد واشهر طبعا بسبب البرجين. طبعا هاي القبه اللي احنا جواها اللي هي بنص البرجين على ما اعتقد. هاي هنا الظهر دي يجهزون الاحتفالات راس السنه الصينيه او ما شابه، ما اعرف. طبعا من جهه النافوره هو له عده مداخل، صندوق الوصف راح تلقون رابط موقع جوجل مابس اللي يجيبكم لهنا. بالمترو، المترو مباشره منا جوا يوصلك للمترو بالضبط. لا والله عفوا، هذا هو طريق المترو من جوا. زين، من اي مكان تقريبا، مو من اي مكان بس من عدة أماكن بكوالالمبور تقدر تجي لهنا. أنا بعد أسكت لأنه هيك أماكن ماكو داعي حكي وشرح. هذا المحل مال شامبوات وشموع، ويذكرني بفيكتوريا سيكريت. طبعا للنساء اكيد يعرفون هذا وذاك، كتبوا لنا تعليقاتكم شوفوا كلامي صحيح لو غلط. بس هنا شفت هذا اسعاره ارخص من اسطنبول، لان موجود هذا فرع واحد باسطنبول، يمكن بزورلو سنتر ما ادري وين، ما ادري بعمر سكوير مول، بس الاسعار اغلى جدا. ذاك اليوم لان نشرته كان يم مول بافيليون بوكت بنتانج،
وكتبوا لي احدى التعليقات هاي المعلومه. طبعا ما راح نفتر المول كله لانه كبير جدا، ساعتين او ساعة ونص ما راح تكفينا، بس ناخذكم جزء. شنو هاي الاقنعة مال الزيبرا؟ مواد جديدة لو شنو؟ عافية نسوان كل يوم طالع لكم فيك يبلو. هاي هنا اسعار الساعات المخيفة، باتك فيليب وربعها. تعالوا نصعد غير طابق ونشوف. هذا المحل جوس ووركس، صف مدخل المترو بالضبط. هذا محل الحلويات حلو. روكس برادرز. شوفوا ما شاء الله كبير. بروفيت تاند هيل سان جيمسز لندن. هذا شنو ترافلز لو شنو بالضبط؟ ما ادري. ها مواد حلاقه مال رجال، حلاقه الرجال هياتها. والله زين شكله عبالك ترافلز، تخيل كاين استلم من بعيد. شوفوا ما شاء الله طوابق. ما ادري حسبوا كم طابق، ما اعرف.
اتمنى يا ربي يكون عجبكم، واعتذر كل التعليقات اللي راح يقولوا لي ليش ما دخلت ومحلات وفرجتنا بضاعه، شيء صعب صراحه. دحكي وياكم لقيت خوش محل مال كاسكيتات، خل اروح له. باي باي.